سبحانه وتعالى عليكم حضوركم مثل هذا المجلس المبارك بهذه الهيئة المباركة تتلقون فيه المسائل التي من أخذها بنية صالحة جمعت له الفضائل، ونية صالحة نية العمل ونية التبليغ، فهو يتعلم من أجل أن يعمل ويتعلم من أجل أن يبلغ، ومن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ووجود هذا الحبيب بينكم من منن الله عليكم، وهو في هذا السن تلقى عن الشيوخ الكبار واجتمعت عنده أسانيدهم وعنده بركاتهم، فارتباطكم به ارتباط بسلسلة آل باعلوي الأكرمين إلى سيد المرسلين النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فينبغي أن تحمدوا الله وتشكروا على هذه النعمة وتعرفوا لها حقها وتحرصوا على هذا الدرس الذي يعقد في صباح يوم الاثنين، وهو يوم محمدي نبوي ولد في مثله النبي صلى الله عليه وسلم، أسري في مثل ليلة مثله بالنبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي في مثله على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل فيه للمدينة في مثل هذا اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو يوم مشرف مبارك معظم، ويوم تعرض فيه الأعمال على الله، تعرض فيه مجالسكم وتعرض فيه نياتكم في المجلس وتعرض فيه مقاصدكم. فكلما اتسعتم في النيات الصالحة من نيات العمل والتطبيق ونيات التعليم لمن حواليكم وتفقيه أسركم وأبناؤكم وأهلكم، كلما تعرضتم لفتح الله تعالى، كلما تعرضتم لكرم الله وجود الله تعالى، فإن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ويزيدكم هذا العلم محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة للصحابة ومحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء زاد في الآخرة أعظم من المحبة. ولو جاء إنسان بعلم كثير وعمل كثير ومحبة ناقصة فلا يبلغ علمه ولا عمله مكان، ولا يزال في نقص ولا يزال في قصور، وربما خرج عن الدائرة والعياذ بالله تعالى. ومن كان محبة صادقة قوية مع العلم والعمل تبارك علمه وتبارك عمله وارتفعت له درجته، والمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. فالله يجعلنا وياكم من محبي الأخيار. كان سيد المرسلين وهو سيد المحبوبين لله تعالى يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يسأل من الله يقذف في قلبه محبة المحبين لله تعالى، وهو سيد المحبين وهو إمام المحبين وهو المقدم على كل محب وعلى كل محبوب. يقول: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. فالله يرزقنا وإياكم حقيقة المحبة، يدخلنا وإياكم دوائر الأحبة، ينعم علينا وعليكم بشربة نذوق بها حلاوة القرب من الله والدنو من حضرته وكثرة الذكر له والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. بالعلم كثيرا ما يقرب الفتح فيه والزكاة بالصلة بالذكر، بالصلة بالذكر العلم يكون مقرون بالذكر، وهو عنوان الخشية. قال سيدنا الحداد: فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي. وأهل الخشية كثير الذكر لله تعالى، وأقله أن يواظب الإنسان على أذكار الصباح والمساء وعلى أذكار النوم وأذكار دخول البيت والخروج من البيت. ينبغي لطالب العلم يكون حريص عليها، كما يكون حريص على الوتر وعلى الضحى وعلى رواتب الصلوات، يكون حرصه أشد من غيره عليها، فبذلك يتبارك له علمه وينمو له ويزداد له نوره. الله يزيدنا وإياكم نور، يجعلنا من العلماء العاملين الهدى المهتدين وأهل اليقين وأهل التقوى والإخلاص، إنه أكرم الأكرمين. واجعل ثوابهم فينا واجعل علومهم فينا واجعل معارفهم فينا
ارزقنا حسن الاستقامه على منهجهم وسباب انوار سروجهم، ورقنا بمعارجهم، ولا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، فادعنا في رضا سجودك الواسع، وافتح علينا وعلى هؤلاء فتوح العارفين، فقينا في الدين وعلمنا توير من عن بالفتح الاكبر مطلق المبين، ورقنا الى اعلى مراتب اليقين، والحقنا بالسابقين، ونقينا عن الشوائب، وارفعنا الى اعلى المراتب، واسقينا من نحل المشارب، اجمعنا باطيب الاطايب، وقربنا اليه، واجعلنا من الخواص المذكورين لديه، وادفع بعنا كل سوء وحافظ بعلمك في الدنيا والاخره، والحمد لله رب العالمين. قبل الله، جزاكم الله خير. رخصه. جزاكم الله خير.